اليوم افريقيا عطات انطلاقه ديال جوج ديال البرامج. البرنامج الاول طلقنا عليه الاسم ديال 1000 فكره، والبرنامج الثاني طلقنا عليه الاسم ديال 50 سبرينت. 1000 فكره موجه لجميع المغاربه اللي عندهم فكره ديال المقاوله وما قادرينش يتوكلوا على الله ويزعموا ويبداوها. الفكره كيعطي لهاد المغاربه هادو الفرصه انهم يبداو المقاوله ديالهم بدون شروط. الفكره ما كتطلب لا ديبلوم لا تجربه لا راس المال لا معارف لا حتى حاجه. يكفي انك يكون عندك فكره ديال المقاوله وديال المشروع وتيق فيها وباغي تمشي بها لقدام، ومرحبا بك في هذا البرنامج هذا ديال الفكره. الفكره اشنو كيعطي للمقاولين الجدد؟ اول حاجه كيعطيهم انفورماسيون ديال جوج سيمانات، فورماسيون كنديروها اون بارتناريا مع بوب اب بيزنس سكول اللي هي واحد المؤسسه بريطانيه اللي كتشتغل في جميع انحاء العالم، اللي كتفورمي المقاولين على الطريقه باش خصهم يبداو المقاوله ديالهم وكيفاش يزعموا عليها وكيفاش يحققوها. ومن بعد التدريب ديال جوج الاسابيع كاين واحد لانكوباسيون ديال 4 شهور. لانكوباسيون هي الاحتضان عند جوج ديال لي زانكوباتور مغاربه اللي هما ام سايز وبدايه، اللي غيتكلفوا بمساعده ديال هاد المقاولات خطوه خطوه حتى يتوكلوا على الله. فيها الموتورين، فيها يساعدوهم كيفاش يديروا البيزنس بلان ديالهم، فيها يساعدوهم كيفاش يديروا الكوميرسيال، كيفاش يديروا الماركتينغ الى اخره. ومن بعد هذه المرحله ديال لانكوباسيون اللي في نفس الوقت كتقدر تكون حتى في المحطات ديالنا، بحيث اننا الناس اللي ما بغاوش يبقاو جالسين في الديور ديالهم كيخدموا يجوا للمحطات ديالنا، عندهم لاكسي للانترنت فابور وعندهم لاكسي للمشروبات فابور باش كيقدروا يشتغلوا براحه. اذا كاين فورماسيون جوج سيمانات، كاين لانكوباسيون ديال 4 شهور. ومن بعد هذه المرحله هذه كتجي المرحله ديال التمويل. 1000 فكره مستعده تمول هذه المشاريع هادو، هاد 1000 مشروع اللي بغينا نحققوا في هاد السنتين المقبلتين. الفكره مستعده تمولهم حتى ل 200000 درهم لكل مشروع. الهدف ديالنا انه كما بدات افريقيا هذه 60 عام بفكره ولات الحمد لله شركه كبيره ومتطوره ورائده في الميدان هنا في المغرب، كنتمنى ان هذا البرنامج ديال 1000 فكره يخلق شركات افريقيه واحده اخرى جديده اللي غتخلق فرص ديال الشغل في المغرب وغتمشي بالوطن لقدام. مطلوب انه كاينه فرصه، هي كاينه فرصه. اليوم حاضرين الانطلاقه ديال برنامج الفكره، هذا البرنامج اللي جابت به افريقيا باش يعاون المقاولين. انا غادي نشكر افريقيا، علاش؟ حيت خاصنا نتعلموا نشكروا اي واحد قدم لنا يد المساعده. كنشكر بدايه وام سايز حتى هما كحاضنات. علاش كاينه فكره؟ الفكره هو واحد البرنامج متوجه لاي مقاول كيف ما كان السن ديالو، العمر ديالو، الدبلوم ديالو، شهاده ولا ما عندوش شهاده، عنده راس المال ولا ما عندوش راس المال، واش عنده خبره ولا ما عندوش خبره. يمكن يدخل الموقع ديال الفكره.ma ويسجل الفكره ديالو، ومن خلال هاد البلاتفورم افريقيا غادي تحاول تجمع 1000 مشروع اللي غادي تواكبهم من خلال التكوين، من خلال الاحتضان عن طريق دورات تكوينيه موجهه للتخصصات اللي في المقاوله، التسيير، التسويق، المحاسبه، اداره الموارد البشريه الى غير ذلك. وفي الاخير كتجيك فرصه ديال التمويل اللي كتوصل حتى ل 200000 درهم، وهاد 200000 درهم ماشي كريدي بانتيغي مي بري دونور اللي هو قرض شرفي 0% تو 0% بالاضافه الى ذلك او سيفونسيون، هو واحد المساعده ماليه. اللي غنقول لكم اعمل فكره، دخل 1000 فكره ويمكن لك توصل. الفكره هي مبادره ديال شركه افريقيا من اجل الدعم والمساعده على خلق مقاولات في المغرب. باش ننجحوا هذه المبادره هذه قمنا بخلق جمعيه اللي الاسم ديالها هو معاك، باش تكلف بالتأطير وبالتتبع ديال هذه المبادره هذه. nous avons aussi fait appel à pop up qui est une initiative britannique qui a fait ses preuves un peu partout dans le monde et qui est unique en son genre pour le soutien et l'aide à la création d'entreprises. شباب
تيقول لك انا ما كاش ليزوبورتونيتي المغرب ما فيش المشاريع دي كومبلين تيتشكاو بزاف ما عندك في الحياه خصك تقطع اليوم فهمت المقاول الجديد كيفاش كيفكر واشنو اللي محتاج لي بورتور دو بروجي كانوا فيهم لي كبار ولي صغار كان واحد الحوار ديال لي جينيراسيون ما بيناتهم كتخدم كتقرا ومن بعد كدوز للبراكتيك دي زاتولي هذوك هما اللي مهمين في الفورماسيون هما لي زاتولي لو بروغرام اختار دي بروفيل لي زوينين بزاف دينا نستافدو بعدياتنا كاملين ولومبيونس كانت واعره بزاف ديجان تفاهموا مع بعضياتهم عاونوا بعضياتهم يعني كاينين ديجان اللي بداو بعدا كيبيعوا لي برودوي ديالهم غير بعضهم باش من الفورماتور كيعطيو هذيك الفورماتور تتوصلك تخرج منها تقول واحد انا خصني نمشي ندير في نفس الوقت اشتغلنا مع دي زانكيباتور اللي هما بدايه وام سايز اللي كيساعدونا على المواكبه وعلى التدريب والتطوير وعلى ما يسمى بالمونتورين مع هاد الناس اللي بغاو يخلقوا مقاولات جديده نجمعو في هاد ليسباس حنايا وباقي لي زونتربرونور اللي معايا في البروغرام باش نتعاونو ونتبادلو شويه ديال الخبرات بيناتنا ونشوفو الطابونسمون ديال لي بروجي ديالنا كوم يوسف النور بديت الرباط 28 سنه المشروع ديالي هو فيرتو سوال وواحد المشروع كيتم مجال النفايات جمع وفرز النفايات من المصدر مع دمج هادوك الناس لي شيفوني هادوك الناس اللي كيجمعوا النفايات من الطوارو علاش لان 95% ديال الريسيكلاج في المغرب كيدار عن طريقهم وهما الناس اللي كيتخلصوا اقل خصه واللي هما كيخدموا في ظروف ما مزياناش داكشي علاش حنا المقاوله ديالنا بيئيه واجتماعيه جات باش تحافظ على البيئه عن طريق جمع وفرز النفايات ودمج هذوك الناس اللي كيقوموا بواحد الواجب كبير ونبيل ولكن حتى واحد ما معترف ليه بهم ولا معترف ليه بهم وما قادرش يقدم لي شي يد المساعده هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه اليوم انا حاضر في البرنامج في انطلاقه برنامج الفكره اللي من خلاله كنشكر مجموعه افريقيا اكوا وبدايه وام سايز اللي تقوا فينا وعطونا الثقه ديالهم باش يمكننا نخدموا هذه المشاريع ديالنا انا نموذج ديال مقاول من مجموعه ديال 40 مقاول اللي حضرات اليوم وكما كنقول عن طريق المنبر ديال هيبه بريس اللي كنشكرهم على هذه الفرصه انه الا بغيتي دير غادي تلقى فرصه ما بغيتيش وغادي تشكى غتلقى عقبات هي كاين العقبات كاين الصعوبات كاين كلشي كاين اللي بغى يطيحك كاين اللي بغى ينزلك ولكن اللي كنتي مامن وتايق غتلقى الناس اللي يعاونوك ويشدوا بيدك حتى توصل داكشي اللي بغيتي داكشي علاش ما تحتبطش ما تحبطش وامن وثق وخدم على راسك غادي يوصل بلادنا العام ماشي زين ولكن حنا غنزينوه حنا هما اللي غيزينوا العام تالين حتى علاش غنبقاو نقولوا العام ماشي زين يمكن ان احنا شباب ومجموعه من الناس اللي نزينوا هذا العام كنشكر هيفا بريس على الفرصه اللي عطاتني باش ندير هاد التيمونياج هذا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا